وندخل في قضيه ثالثه. دايما دايما بيتم اي اعلام يجيب اي حد من الاسماعيلي، بعض الناس تبدا تشعل فكره التهجير، وان النادي الاهلي والخلافات بين الاهلي والاسماعيلي دايما كانت عشان النادي الاهلي رفض استضافه نادي الاسماعيلي، والكلام ده اعتقد يا فارس لا اساس له بالصحه من الاطلاق. لا اساس له بالصحه، وده دور الاعلام. نتحدث دائما عن خلاف بين النادي الاهلي والاسماعيلي، إذا عرف سببه وتم زواله مفترض ما يكونش فيه أي مشاعر ضغينة، لأن لما يتعلق الأمر بفكرة رفض النادي الأهلي لاستضافة نادي الإسماعيلي خلال التهجير، ودي لحظة وطنية لمصر كلها، إذا إحنا نعبث بشيء صعب جدا لأي مشجع إن إحنا نقول تغاضى عنه. بس هل ده حديث أصلا حقيقي ولا لأ؟ نطلع للفيديو ده نسمع أصلا الافتراء عن النادي الأهلي في الواقع، وهنرد عليكم بتفنيدها تماما. نطلع ونسمع الفيديو. جمهور النادي الاسماعيلي بيحب نادي الزمالك، لان نادي الزمالك اللي انا سمعته ان ايام الهجره دي قصه ما اعرفش مدى صحتها، لكن انا رحت ولقيتها وحفظتها ولمستها طبعا. طبعا ان النادي الاهلي نادي الاسماعيلي ايام الهجره راح للنادي الاهلي عايز ملعب يتدرب فيه، فقال له انا ما عنديش غير ملعب مختار التتش. فعلا النادي الاهلي ما كانش عنده غير في الجزيره هو ملعب مختار التتش، وده بيلعب عليه جميع الناشئين والفريق الاول. فراح للنادي الزمالك فقال عايزين ملعب نتمرن فيه، فنادي الزمالك عنده الملعب الرئيسي وعنده ثلاث ملاعب فرعيه، فادالنا ملعب فرعي، ادى النادي الاسماعيلي ملعب فرعي، وادالنا استراحه كمان لعيبه. فيقال ان جماهير النادي الاسماعيلي شالت ده نادي الزمالك وشالت ده برضه للنادي الاهلي. هو للامانه الاستاذ محسن عبد المسيح قال انا ما اعرفش صحه الواقعه من عدمها، وافترض ان اسباب الواقعه ان هو سمعها بالتناقل، وده اللي هنوضحه له ان هو مش حقيقي تماما. قال ان النادي الاهلي كان عنده ملعب واحد وهو ملعب التتش، ونادي الزمالك كان عنده ثلاث ملاعب فرعيه، فده اللي سمح لنادي الزمالك. هو حتى لو اوجد مبرر نحن لا نقبل على نفسنا حتى لو كان ملعب واحد ان يكون ده اللي حصل، لان عندنا ردود وشهادات تاريخيه. الاهم ان هو قال ان جماهير النادي الاسماعيلي شالت ده للزمالك وشالت ده ايضا للنادي الاهلي، برغم ان النادي الاهلي مالوش ذنب، وبشهاده نجوم الاسماعيلي نفسهم وعلى راسهم الكابتن سيد بازوكا. يعني عشان الناس ما يعرفوش اننا اترفع يعني مرهفين ولا يعني ازاي ممكن في وسط الصعوبات دي تكسبوا بطوله افريقيا؟ اتعمل لنا بعد كده بعد كده مبنى اجتماعي، اتعملنا مبنى في نادي الجزيره، وبعدين كنا نادي الزمالك استضافنا وكنا قاعدين في نادي الزمالك كنا بننام تحت المدرجات. تاريخ ان الزمالك هو اللي استضافنا وان الاهلي رفضنا. لا الاهلي ما رفضش. انا برضو عاوز اقول للناس ومن خلالك هاني يعني بامانه، انا بامانه من غير تجميل القصه، عشان في ناس بتتكلم دايما. الاهلي عمرنا ما طلبنا منه اننا نعسكر عندهم. انا بقول لك انا قعدت سنه عند الاهلي العب دوري داخلي معاهم، وكنت زي واحد منهم يعني. بالعكس نادي الاهلي ما عمره ما رفض الاسماعيلي. نادي الزمالك هو استضافنا الكابتن محمد حسني الله يرحمه، الراجل استضافنا وادانا الملاعب، الملعب بتاعه، وادانا الحجر حجره الملابس بتاعتهم. كنا احنا بنتعامل اكتر من لعيبه الزمالك يعني الزمالك. لكن الاهلي ما رفضش. لا 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 ما رفضش استضافه الاسماعيلي باي مرفضش. شكل من الاشكال ولا رفض في اي حاجه باي شكل من الاشكال ولا رفض اي حاجه. اعتقد هنقعد اذا عدتم عدنا روايه لازم كل ما تتكرر نرد عليها. كابتن سيد بازوكا قال انا كنت سنه وسط فريق النادي الاهلي واحد منهم، بالفعل كنت واحد مننا، والموضوع منتهي تماما. ونادي الاسماعيلي وقت ما عرض على النادي الاهلي لعب في النادي الاهلي، ده اللي هنتناوله دلوقتي. بنشكر كابتن سيد بازوكا لان هو عارف ان دور اي حد منتمي عنده اي شهاده تاريخيه ما ينفعش زي ما استاذ محسن عبد المسيح عمل ويقول انا سمعت الروايه دي حاجه حساسه جدا. نطلع للفيديو ده ونسمع المؤرخ الرياضي عادل سعد وهو بيتكلم، ونرجع نعقب على الفيديو. قديم احنا هننسف الاسطوره اللي انت كنت بتتكلم فيها دي. يا ريت. بصوا سيدي، مبدئيا القصه ديت بدات مع دوري 66 67. دوري 66 67 الاسماعيلي قدر يتوج بالبطوله، وكان على تالق اللاعب الشاب ساعتها واحد من اعظم من لمس الكره في تاريخ الكره المصريه، فاكت الكره المصريه الكابتن على ابو جريشه. الحرب قامت، ظهر على السطح، ودي دايما بيتناولوها بقى على السوشيال ميديا وفي حتت كثيره، مش عايز يعني اذكر الاماكن بالظبط، ان يقول لك ان لما قامت الحرب الاسماعيلي عشان يتجمعوا بقى اللي جاي من طنطا واللي جاي من الزقازيق واللي جاي من بنها، لان كان كله تهجر من مدن القناه، قال لك الاهلي ما رضاش يستقبل الاسماعيلي. الكلام ده ما حصلش.
ما حصلش ما حصلش ما حصلش. بص، لا الاهلي طلب والاسماعيلي رفض، تمام؟ هو العكس المفروض، يعني الاسماعيلي يطلب والاهلي اللي يرفض. حلو، الاسماعيلي انت قصدك ان الاسماعيلي طلب والاهلي رفض؟ لا ما حصلش برضو. طب الاهلي عرض والاسماعيلي رفض؟ برضو ما حصلش. ما اللي حصل؟ اللي حصل بالظبط ان كان ساعتها وزير الشباب اللي كان وزير الرياضه اللي كان موجود كان اسمه طلعت خيري. كويس. اتكلم عن الناس بتوع النادي الاسماعيلي، يا جماعه عشان النادي لسه بطل دوري، تعالوا هنجمعهم. واتكلم مع نادي الزمالك، عرض ساعتها مدير نادي الزمالك اللي هو حسين لبيب ان يتم استضافه نادي الاسماعيلي في ملعب نادي الزمالك يتمرنوا وكمان يقدموا ماتشاتهم عليه. كويس. هقول لك بقى الحاجه بقى دي، احنا هنخش في تفاصيل مهمه جدا. في الفتره دي انت الحرب كانت في يعتبر في نص السنه في 67، في شهر 11 الاسماعيلي كان عنده جوله في الدول العربيه للمجهود الحربي، ودي كانت من اعظم الحاجات اللي عملها نادي الاسماعيلي في تاريخه. كويس. انا بعتبرها اعظم من البطولات كمان، لان هو ساهم بنسبه كبيره جدا في المجهود الحربي ب 56,000 جنيه استرليني من 17 مباراه، لف فيهم بقى البحرين والسعوديه عشان يجيبوا فلوس لمصر. في الوقت ده لو في مشاكل ما بين الاسماعيلي والاهلي، هل الاسماعيلي سايق يعني هيجيب لاعب من الاهلي ياخده معاه، ولا الاهلي هيقول لك لا ده احنا في ما بيننا مشاكل؟ لا، في لعيب راح مع الاسماعيلي حضر الجوله دي، رفعت الفناجيلي. يبقى ثانيه واحده بس عشان احنا بنتكلم في كلام خطير جدا، يعني تمام. احنا بنقول انه لا الاسماعيلي عرض انه يلعب قوي او الاهلي يستضيفه، ولا الاهلي رفض. القصه دي ما حصلتش، ما حصلتش نهائيا، القصه دي ما حصلتش خالص. مزيد من الشهادات التاريخيه اللي دور كل حد فينا ان هو يوضحه، عشان ده بجد دور الاعلام، ان انت تزيل اسباب ومسببات التعصب الوهميه. لو شفنا خبر للاستاذ نجيب المستكاوي كان بيتكلم فيه كمان عن تفاني الانديه، اللي اكيد في سياق ان ما كانش فيه اي شيء يثبت وجود اي عدائيه ما بين نادي الاهلي ونادي الاسماعيلي، كان بيتكلم فيه تحت شعار من مع من يلعب المحلاوي وطه بصري وهاني. هنا المقصود كابتن هاني مصطفى، كان النادي الاهلي منح نادي الاسماعيلي كابتن هاني مصطفى عشان يشارك معاه في التوقيت ده، وفي بطوله 70 كابتن هاني مصطفى شارك مع نادي الاسماعيلي اللي خرج في نصف النهائي امام كتوكو، تعادل 0-0 هنا، وكان بيلعب المحلاوي وكابتن طه بصري وكابتن هاني مصطفى، وخسر 2-0 في كتوكو. والمباراه دي أكيد كل الفرق هنا كانت بتقدم التعاون، وعايزين نقول إن النادي الأهلي مفيش وثيقة واحدة تثبت أي شيء عن رفض فكرة التهجير ولا رفض استقبال النادي الإسماعيلي يعني، ولكن في مئات الوثائق التي تثبت أن هذه الواقعة مجذوبة على جمهور النادي الأهلي والنادي الأهلي لإثارة الفتن. ومش دي بس يا أحمد، إحنا معانا كمان شهادة مهمة جدا. ولاحظوا إن إحنا ما استخدمناش شهادة أي حد أهلاوي، اتكلمنا عن كابتن سيد بازوكا إسماعيلاوي، اتكلمنا عن المؤرخ التاريخي عادل سعد، كمان عندنا شهادة أخرى من الأستاذ إبراهيم عيسى. لم يجد قلبا حانيا من النادي الاهلي، والنادي الاهلي رفض انه النادي الاسماعيلي يتدرب على مختار التتش، او انه النادي الاهلي يستقبل لاعبي وجهاز التدريب للاسماعيلي في تدريبات على مختار التتش، ومن ثم اللي وافق نادي الزمالك. فعشان كده الاواصر والعلاقات بين نادي الزمالك عظيمه ورائعه والاسماعيلي، انما الاهلي طول الوقت مرفوض في الاسماعيليه ومن جمهور الاسماعيلي علشان القصه التاريخيه القديمه دي. شوف بقى هنا المشكله الحقيقيه، اولا انك بتتهم الاهلي بانه نادي في لحظه وطنيه شديده لم يكن وطنيا، وده مستحيل من سبع المستحيلات، زائد انه بعد 67 وقبل 67 وفي اي وقت، يعني لو النادي الاهلي او الزمالك او الاسماعيلي او بتاع يعني ضد اراده الدوله، كانت الدوله يعني خلصت الموضوع بدري بدري. يعني لو الدوله عايزه الاسماعيلي يتدرب في مختار التتش، مش هيتدرب في مختار التتش، الاهلي هيقول لا، فالدوله انا خايف الاهلي. هذا كلام عبث. يعني اللي حصل ايه؟ اللي حصل انه لما فعلا حصل التهجير لاهل القناه العظام للشعب الباسل سواء في الاسماعيليه او بورسعيد او السويس، فعلا الاسماعيلي كان عايز يتدرب فريق، كان حصل بطوله الدوري وقتها في نكسه 67، كان الدوري انتهى ببطوله الاسماعيلي، بفوز الاسماعيلي ببطوله الدوري.
عايز يتضرب لانه داخل على البطوله الافريقيه، وكمان الاسماعيلي لانه بقى فريق الدراويش القادم من عظمه كفاح الشعب المصري في مدن القناه، فكان اصبح كمان اسم له رنين وقوته واهميته في الدول العربيه وحتى الدول الافريقيه، عنوان لمواجهه وعنوان لمقاومه وعنوان لبطوله، بطوله شعبيه مش فكره بطوله رياضيه بس. فنادي الزمالك وبمبادره منه عرض على الاسماعيلي انه يجي يتدرب في نادي الزمالك، بس خلاص. مبادرة عظيمة جدا، جميلة جدا، وسبق عظيم في الوطنية وفي الخير وفي الجمال وفي النبل وكل حاجة، لكن ملهاش علاقة بالاهلي خالص، يعني الاهلي ما اعترضش، ما حدش راح له قال له يعني اشمعنى هم مش عايزين يروحوا ميت عقبة وعايزين يروحوا الجزيرة، مش فاهم. اللي حصل انه الزمالك دعا والاسماعيلي استجاب، ما الاهلي ايه اللي دخله في الموضوع؟ بالمناسبة الاهلي بعد كده فعلا استقبل مباريات للاسماعيلي في مقطرة تيتش. اعتقد شهادة واضحة جدا. عايزين بس نؤكد على نقطة، دايما بنجيب الشهادات اللي هي فعلا مثبتة تاريخيا، اللي هي فعلا بتؤكد الواقع تاريخيا، لان واضع بعض الناس ممكن تظن ان احنا بنجيب بعض الشخصيات عشان الامر بيناسب هوانا، لا، احنا بنجيب الشخصيات اللي بتقول الكلام الموثق تاريخيا، والاستاذ ابراهيم عيسى حكى الواقع، ولكن بس نقطة وحيدة اللي اختلفت معاه فيها، وهي فكرة انتقال نادي الاسماعيلي من نادي الزمالك لنادي الجزيرة، لأن دي كانت أحداث شغف في مباراة ودية بين الأهلي والإسماعيلي. كان فارس دلوقتي بيتكلم عن هاني مصطفى اللي انتقل لنادي الأهلي، وبالمناسبة وقتها هاني مصطفى كان أفضل ظهير أيمن في أفريقيا، والكابتن طه بسر أيضا انتقل من الزمالك لنادي الإسماعيلي، ولكن دي سببت أثار سلبية عند جماهير نادي الزمالك. وفي مباراة ودية بين الزمالك والإسماعيلي في 8/8/1970 حصل شغف في مباراة كبيرة جدا. تطرق الامر ان زي ما حضراتكم شايفين على الشاشه تعادل الزمالك والاسماعيلي 1-1، الامر حصل فيه شغب، جماهير نادي الزمالك بدات يعني تصب غضبها على النادي الاسماعيلي، وبدا يكون فيه كلام احرج مشاعر المسؤولين في نادي الاسماعيلي ولاعبي الاسماعيلي، فقرروا ان هم ينتقلوا لمركز شباب الجزيره اللي كان فيه 16 غرفه تقريبا، وكان وقتها يمكن لاعبي الاسماعيلي حكوا الواقع كانت فيها صعوبه. ده طبعا اللي بعد الواقع بتاريخ 10/8/1970، هل نقطع رقبة الزمالك بسبب 31 موتور؟ الأمر طبعا تفاداه نادي الإسماعيلي، وقلنا تهجير الإسماعيلي إلى خيمة مركز الجزيرة بتاريخ 11/8/1970. لكن الأهم بقى الخبر الثاني، الإسماعيلي والترسانة يلتقيان في ملعب الأهلي، هي دي بقى النقطة المهمة، لأن نادي الإسماعيلي طلب بالفعل اللعب على ملعب النادي الأهلي، فوجد كل الترحيب، وبالفعل لعب الاسماعيلي مبارياته الوديه او مباراه الترسانه كانت بتاريخ 16 اغسطس 1970 على ملعب التتش في الاضواء الكاشفه، ثم تم بعد ذلك مطالبه النادي الاهلي ان مباريات الدوري نادي الاسماعيلي، طبعا عارفين كان في دوري 71/72، ان يلعب الدوري في على ملعب التتش. يمكن الدوري ما كملش، ولكن النادي الاهلي رد بالموافقه، وده موضوع بيؤكد كذب الدعاء من يتحدث عن فكره الموضوع ان هو تهجير من عدمه. اعتقد وضحنا الامور بشكل قاطع جدا.